طيب معانا طبعا الكابتن الكبير ناصر عباس، المحاضر الدولي الكبير والحكم الدولي السابق. عايزين كمان نعرف رؤيته، عايزين نعرف وجهة نظره، عايزين نتعرف اكتر. ودي رسالة كمان اكيد، ليه رسالة للاعبين والمدربين، ايه قانون التسلل الجديد. كابتن عباس مساء الخير عليك. كابتن هاني ازي حضرتك، وتحياتي لحضرتك وكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان، وتحياتي لضيفك الكريم كابتن ناصر. طبعا اكيد تابعت المباراه والجدل الكبير اللي حدث في الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي، امبابي بيحرز هدف الفوز بهذه البطوله، ولكن اثارت الجدل الكبير جدا جدا. هل الموضوع موضوع فعلا الكره تسلل، او في برضه نشرح للناس ليه اكد الحكم، او اكد طبعا غرفه الفار اكدت صحه هذا الهدف؟ بص كابتن هاني، اولا الماده 11 اللي هي ماده التسلل، على فكره الماده دي تقريبا ورقه ونص، يعني ورقه ونص اللي هي واخده من القانون، ورقه ونص تقريبا، اقل ماده واخده يعني الكلام في قانون كره القدم. ورغم كده ان هي فيها حاجات كثيره جدا جدا في موقف التسلل او مخالفه التسلل او المخالفات والعقوبات، حاجات كثيره جدا. عشان ما تواش حضرتك نتكلم في التسلل، نمره واحد، لما يكون اللاعب في موقف تسلل كابتن هاني، وجوده في موقف تسلل ده مش مخالفه. هو بيبقى مخالفه امتى؟ لما اللاعب ده بيتداخل نمره واحد مع اللاعب، او بيتداخل مع اللاعب المنافس، او بيستفيد من مكانه في موقف تسلل. الحاله بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الهدف تم تسجيله امبارح، هو لاعب النادي فرنسا او مهاجم فرنسا كان في موقف تسلل. تمام؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن وهو في موقف تسلل يجيله الكوره من حاجه اسمها دريبريت بلاي، او لعب متعمد من اللاعب المنافس او اللاعب اللي هو الخصم. لو النهارده الخصم كابتن هاني لعب الكوره وماليش علاقه بجوده لعبه الخصم، سواء راحت لمبابي او راحت لاي حد تاني، لو لعب متعمد ومبابي في موقف تسلل، يستمر اللعب، وهنا الحكم يخلي اللعب يتواصل، وبالتالي الهدف يتحدث. يعني برضه عشان نشرح للناس، لعب متعمد يعني الكره ما خبطتش فيه وراحت مثلا للمهاجم. هو اللقطه اللي شفناها امبارح يا كابتن، وحضرتك اكيد شفتها، هو جارسيا المدافع طبعا المنتخب الاسباني حاول الوصول للكره فما لحقهاش بشكل كويس، لكن لمست رجله قبل الوصول للكره لامبابي. في لحظه لعب الكره كان امبابي متسلل. هل بتحتسب لعبه جديده من لحظه جارسيا ما لمس الكره، وبالتالي لعبة جديدة وبالتالي جاية من المدافع، وبالتالي ما اتحسبتش التسلل؟ طيب بص يا كابتن هاني، عندي ثلاث حاجات. نمرة واحد، إن الكرة دي ترتد من لاعب أسبانيا، ترتد يعني ترتد تصطدم بجسمه وتروح لمبابي. في الحالة ديت لو راحت من الارتداد أو راحت من الانحراف، هنا بيبقى اللاعب في موقف تسلل. أما اللعبة بتاعت امبارح يا كابتن هاني، إحنا قلنا إيه؟ اللاعب هنا عنده إرادة، يعني عنده إرادة إيه؟ أو عنده عمل أكشن للكرة. يعني هو اللي راح عمل التاكلينج، وبالتالي هنا بنقول ايه؟ اللعب المتعمد ايه هو؟ ان اللاعب بيروح للكوره وبيحاول يلعبها، سواء لمسها، سواء ان هو جوده لعبته ما كانتش كويسه. الاصل عندنا هنا ان هو راح للكوره وابتدى يلعب. معايا يا كابتن هاني؟ معاك يا كابتن. لعبه امبارح هو اللاعب عمل ايه؟ عمل التاكلينج، يعني معنى كده ان هو عنده اراده. هو ممكن يكون الكره ما جاتش زي ما هو عاوز، لكن هو هنا بنعتبر اللاعب هنا لاعب متعمد، نتيجه ان اللاعب هو اللي راح للكره، مش الكره اصطدمت بيها كابتن هاني. يعني لو اصطدمت بيها راحت للاعب المهاجم، هنقول ان دي بتعتبر تسلل. انما اللاعب المدافع لما يلعب حاجه اسمها ديبريت بلاي، اللاعب المتعمد، هنا اللاعب المهاجم من حقه ان هو ياخد الكره ويسجل الهدف. ودي الحاله اللي هي حصلت امبارح. يمكن كتير من الناس يخلط ما بين التسلل، طالما اللاعب في موقف تسلل يبقى اي حاجه تجيله من اي حد يبقى تسلل. لا، احنا قلنا الحاجه الوحيده اللي هو في موقف تسلل ولو جات له الكوره من لاعب متعمد، من اللاعب المنافس، هنا يستمر اللعب، وبالتالي ده اللي حصل في لعبه مباراه اسبانيا وفرنسا. طبعا كابتن ناصر انا بايدك تماما، مش انا لوحدي، كمان على سبيل التحكيم، يمكن بوسكيتس لاعب المنتخب الاسباني راح وسال الحكم يمكن داخل المباراه، قال له باين ان واضح جدا انها تسلل، فرد عليه بجمله صغيره جدا، قال له جارسيا لو ما كانش لمس الكوره كنت اكيد هحسب تسلل واضح جدا. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا
في قناه النادي الاهلي طبعا وفي برنامج المحترف. زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان نعرف القوانين الجديده، مهم جدا للاعبين للمدربين، لان زي ما بقول لحضراتكم يمكن كان في جدل كبير جدا، ويمكن عن وجهه نظر الشخصيه مفيش روح كره القدم. في تطبيق حاد جدا للقانون بحذافيره، ولكن يمكن بعض مواد البار بتفقد او تفقد الكره المتعه والاثاره، وده اللي حصل يمكن في مباراه نهائيه امام منتخب فرنسا واسبانيا، اللي كانت يمكن اسبانيا لو كان التعادل مستمر وكان في وقت اضافي اعتقد كان المنتخب الاسباني قادر على الفوز على المنتخب الفرنسي.